بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليه وسلم مرسلين. قبل ما نبدأ في التمرين السيلز، حبيت برك نفكر المشاهدين الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، بارطاجيو للماكسيموم باش توصل للإفادة لجميع المشتركين. دونك فيما يخص التمرين السيلز، انا اون ان بوان ام دان سوليد دون لو ريبير اي جي كا لو تونسور دو كونترانت ا بور فالور سيغما ام ايغال à 100 moins 40, 0, moins 40, 80, 0, 0, 0, 0. Je vous oublie pas, il y a la troisième ligne, Madoum, la troisième colonne, Madoum, Kedelik. Donc, nous avons fait la contrainte plan. Nous avons fait sigma M, il y a une tomate de tarika, il y a sigma XX. Sigma XY, sigma XY, sigma YY, 0, 3, 0. Voilà, nous pouvons mettre là, la tariqa, sigma dans le point M, égal à sigma XX, sigma XY, sigma XY, voilà, sigma YX, c'est la même, sigma YY, la tariqa, هذه. Donc, contrainte. بلان حالة تاع كونترانت بلان وش معناها تاع ديفورماسيون بلان. دونك هنا البريمير كيستيون سي فير ان ديسان كي مونتر لا سينيفيكاسيون فيزيك دي كومبوزون دو تونسور دي كونترانت. دونك في التمثيل البياني تاع لو تونسور من الشكل هذا يكون التمثيل كالاتي. عندنا دو روبير اكس ايغريك، عندنا في الدو دي عندنا دو ديمونسيون برك لو تونسير في دو ديمونسيون، يعني السوليد نتاعنا يكون من الشكل الطريقة هذه، حيث هذه سيجما اكس اكس تروح مع المعلم اكس، سيجما ايغريك ايغريك، وعندنا لي كونترانت تونجونسيال سيجما اكس ايغريك يقال سيجما ايغريك اكس ولا اكس ايغريك كيف كيف. دونك التمثيل البياني راح يكون من الشكل هذا. غالبا ما تكون السؤال أثناء التمرين يجينا سؤال من الشكل تروفي لي كونترانت برانسيبال لي ديريكسيون برانسيبال. دونك في الحالة هذه يعني التمثيل نتاع لي كونترانت بلان، ولا نعرفوا بلي التونسير هذا كي يروح في التمثيل البياني تاع بلان يروح بشكل سيجما 1 0 0 سيجما 2 الطريقة هذه يعني. دونك هنا التمثيل البياني تاعي كيفاش يكون؟ راح يميل سوليد ولا بزاوية عن الأفق، حيث الزاوية هذه سموها الزاوية هذه تكون كونترانت برانسيبال هنا سيجما أن، الزاوية هذه اللي مل بها الأفق سموها تيتا أن، وتكون الكونترانت دوزيام كونترانت اللي هي سيجما دو بالطريقة هذه، حيث هذا الإكس بار تاعنا أن وهذا إكس بار تاعنا دو. دونك هنا علاش دائما نحوسوا على الكونترانت برانسيبال ديريكسيون برانسيبال؟ دونك دائما نحوسوا على الكونترانت برانسيبال ديريكسيون برانسيبال مهما كان في الدو دي ولا الثرو دي باش نفهموا الظاهر يتعرض لها الجسم، سواء تعرض تراكسيون كومبريسيون الى غير ذلك. دونك هنا عندنا عطانا في التمرين لو سيجما ام، سيجما دون لو بوان ام كونترانت لي تا دو كونترانت اللي هو 100 موان 40 موان 40 80. إذا حبيناها مثلها في الدوزان كونتونسير 2x2، دونك التمثيل البياني تاعها راح يكون هذا الجسم تاعنا، عندنا 100 موان 40 سونس انفيرس دو اكس يغريك، هذا المعلم تاعنا موان 40 اي سيجما يغريك يغريك 80. دونك نروحو السؤال الثاني، سوا لو فيكتور يونيتير ان عطاهم دي كومبوزونت ان ايغال، دونك رانا في الدوزيام كيستيون، حيث ان ايغال ان سور راسين سانكيام دو ان دو زيرو. دونك كالكيلي الكومبوزونت دو فيكتور تي، نعرفو بلي لو فيكتور تي تاعنا ايغال هذا لو فيكتور ا. question 1 calculer vecteur t. نعرفوا بلي فيكتور تي هنا
dans le point M de facette N égale à sigma N. Afin sigma N tana on a le vecteur T égale à sigma N, la contrainte ou la tenseur contrainte, fois la normale N. Donc on tape comme on va chercher 100 moins 40 0 moins 40 80 0 0 0 0 fois le tenseur R dépendant 1 sur racine 5e de 1 de 0. Donc تطبيق عددي مباشرة. Donc la tenseur T ana ici n'a شكل TX TY TZ égal 1 sur racine 5e on a حسبو. Donc on a 100 fois 1 100 moins 40 fois 2 moins 80 ça 100 moins 80 20 kif kif moins 40 plus 160 80 160 va faire 120 0. Donc تحسين الحسابات فقط 8.94 كنا 53.67 et 0 oméga pascal. Donc روحوا للB calculer les contraintes, la contrainte normale. La contrainte normale اللي هي sigma n, sigma n مش égal le vecteur unitaire n fois le vecteur de contrainte اللي حسبناه. Donc égal sigma n عندنا القيمة تاعها عفوا n عندنا القيمة تاعها 1 sur racine 5 1 2 0 fois donc كتب هنا الفيكتور هذا باش نقدروا نحسبوه نقلبوه فيكتور ليني قلنا 1 sur racine 5 1 2 0 fois 1 sur racine 5 نهزوه من شكل من هنا fois 20 120 0. Donc, on a 1 fois racine 5 sur racine 5 fois 1 sur racine 5 c'est 1 cinquième fois 20 plus 240 20 plus 240 donc, il y a 160 taxim 5 il y a 52 mégapascal. هذه سيجما 2 سيجما ان ايكال 52 ميجا باسكال. دونك سي كالكولي لو كومبوزون دو فيكتور دو سيزاغمون تو ان. دونك عندنا نذكروا فقط باللي تو ان ايكال ا لو فيكتور دو كونترانت تاعنا في البوان ام دو فاسيت ان moins sigma n, l'hassibna a seconde 2, fois le vecteur unitaire terme. Donc, n'aoudou n'hassibou, égal le vecteur hada, n'hassibou min shakl, l'hassibna hada, ashalna fil hissab, 1 sur racine 5, fois 20, 120, 0, moins sigma n, seconde 2, fois 1 sur racine 5, fois 1, 2, 0. دونك دير تطبيق العددي دونك شوفوا بلي نجدو 1 سي راسين 5 حبيتو عامل مشترك ونحسبوا دونك راني حسبتها باش نقلصوا المدة نتاع الفيديو دونك هو موان 32 16 0 ايكال ا موان 14 فيكيل 31 7,16 et 0 oméga pascal. Donc, بعد هنا في شطرين لو موديل سيزايمون تو ان لو موديل قلنا هو طويله تاع تو ان. دونك طويله هذا الموديل طويله تاع تو ان ايغال قلنا مربع نقدر نكملو هنا قلنا ايغال racine du composant carré. Donc اذا حبينا نحسبه هنا ولا نحسبه بالطريقه هذه يعني نحسبه نجدو 1 sur racine 5 carré fois 32 carré plus 16 carré donc égal à 16 méga pascal. Donc je vous dis on a حبسنا في السي
Donc, faire un dessin qui montre la facette, le vecteur contraint normal et le vecteur de cisaillement. Donc, qui joue nous sur la facette. On a le معلم تاعنا y x. Donc, la facette نخدوها quelconque dans un point M. وش عندنا هنا؟ عندنا la contrainte normale تاعنا سكون 2 mégapascal. Donc, هنا تجي عمودية على la facette تاعنا سكون 2 mégapascal. Donc, مش vecteur. Hein. وعندنا la contrainte dit tangentielle, les 16, le gain 16 mégapascal. Donc, le vecteur contrainte, il dit là. Donc, le point M, c'est T, le M de facette interne. Donc, il est égal à 16 mégapascal. Donc, il dit là, le vecteur, nous allons mettre le vecteur dans une autre façon, c'est-à-dire le vecteur contrainte, la contrainte normale, le vecteur de cisaillement. Donc, نقدروا مثلو يعني تلك هذه واش انا عندنا هنا قيمه لا كونترانت في لو فيكتور هنا تي اكس ايغال 8.94 يعني تي اكس مع لو فيكتور اكس تاعنا دونك نجي هنا دونك نشوفوا باللي كذلك la contrainte t y كان تروح مع المحور y هذه يقال 63.67 وهنا ميجا باسكال او ميجا باسكال وهنا القيمه نتاع ل تي اكس اللي هي 8.94 ميجا باسكال دونك بالطريقه هذه نمثلوا لو فيكتور نروح هنا لتروازيام كيستيون Troisième question, calculer les contraintes et les directions principales. Donc, pour calculer troisième question, pour calculer les contraintes, principales, le tenseur, tenseur de compte de l'état de contrainte, on a sigma 3 égale à 0. Yani, on a sigma 3 égale à 0. Donc, maintenant on a fait l'état de contrainte plan. Donc, pour les contraintes principales, on a déterminant, pour les déterminants, ta S moins lambda I égale à 0. Tu vois, le hal, ta li lambda. Voilà, quand on fait pas de maraja, il y a un déterminant de sigma. Tenseur de contrainte sigma moins sigma n اللي هي principal fois i égale à 0. Donc نحسبو s moins lambda i تكتب لنا s moins lambda i. Donc عندنا 100 moins 40 0 donc 100 moins lambda moins 40 0 de moins 40 80 moins lambda 0 0, 0 et moins lambda. Donc, madame, on a l'état de contrainte plan, yani, حتى كنا حسبنا بالطريقة هذه راح تحصلوا على لامدا عندنا حل من الحلول يقال 0 كما قلنا سيجما 3 يقال 0 يعني نقدر نكتبوها بشكل أبسط وسهل الحسابات نكتبوها من شكل موان لامدا 100 موان لامدا موان 40 موان 40 نكتبوه بشكل ماتريس 2 فوا 2 موان لامدا دونك نروحو نحسبو ديتيرمينون تاع ديتيرمينون تاع 100 موان لامدا موان 40 موان 40 80 moins lambda. Donc, égal. Donc, 100 moins lambda. Fois 80 moins lambda. Moins
موان 40 كاري، يعني موان 40 كاري ايجال، قلنا ديرو ايجال ازيرو. دونك هنا نديرو عملية النشر. عملية النشر عندنا 100 فوا 80 صافي 8000 موان 100 لامدا بلو موان 80 لامدا بلوس لامدا كاري موان. دونك القيمة هذه اللي هي 1600 ايجال زيرو. دونك هنا الديتيرمينون تاعنا واش يصبح؟ يصبح نكسبوها لامدا كاري موان 100 100 موان 80 موان 100 موان 80 موان 180 لامدا. وهنا عندنا 8000 ناقص 1600، يعني دينا بلوس 6400 ايجال زيرو. حلو معادلة من الدرجة الثانية هذه. دونك دلتا ايجال بي كاري موا 4 اسي ايجال 180 كاري موا 4 فوا 6400 فوا 1 ايجال. دونك 180 كاري موان 4 فوا 6400 دونك ايكال 6800 راسين دلتا ايكال 20 راسين دو 7. دونك عندنا لامدا 1 ايكال موان بي 180 موان راسين دلتا سير 2، et lambda 2 égale moins b plus racine delta sur 2. Donc 180 moins 20 racine 17 sur 2 et 48,67 mégapascal et plus sur 2 égale 131 23 ميجا باسكال. دونك هذه دونك سيجما 1 ونزيدها دائما اكبر قيمه 133.23 ميجا باسكال. اي سيجما 2 ايجال 48.77 ميجا باسكال. دونك هنا نروحوا للديريكسيون برينسيبال. بالنسبه للديريكسيون برينسيبال دونك واش عندنا هنا ديريكسيون؟ كما قلنا سيجما 3 ايجال زيرو، معناتها الاكس 3 تاعنا ايجال ازيرو. دونك هنا راح نعطيكم عفسه فقط. دونك عندنا اكس 1 ايجال كوس تيتا سين تيتا زيرو، اي اكس 2 ايجال موان سين تيتا كوس تيتا تيتا 1 زيرو. دونك هنا نرجع لكم برك، قلنا الزاوية هذه هي تيتا اللي مثلناها في الأول. هنا الزاوية هذه تيتا. دونك هنا واش عندنا؟ عندنا حيث افيك طونجونت تاع تيتا 1 هذا واش يساوي؟ يساوي سيجما 1 موا سيجما اكس اكس سير سيجما اكس ايكغي. دونك نحسبو طونجون تيتا نتاعنا هو سيجما 1 موان سيجما 2 سير 2 هي 41.23. دونك نحسبو لارك طونجونت. دونك لارك طونجونت دونك لقينا تيتا 1 ايكال ويقول 61. نظن درت خطأ فقط هنا. دونك عفوا هنا درت خطأ. القيمة هذه سيجما اكس اكس مش سيجما دو. دونك نعاود نحسب سيجما 1 هي 131.23 موان سيجما اكس اكس اللي عطاها لنا في لاماتريس الأولى اللي هي 100 موان 100
سير موان 40 ايجال دونك عاود نحسب 131 في 23 موان 100 سير 2 دونك نلقاو 15,615 دونك تيتا 1 ايجال arc tangente donc arc tangente égale donc on a le moins 40 il y en a moins 40 c'est pas la nature le moins donc on a 131,23 moins 100 égale sur moins 40 يعني القيمة 0 موان 0 بالقيل 78 دونك arc tangent يقولها موان 37 بالقيل 98 دقري دونك حسبنا تيتا زاوية الميل نروح هنا الكيستيون الموالي انا في كالكول دي كونترينت برينسيبال ديكسيون دونك كاتريام كيستيون سي فير ان ديسان كي مونتر لا سينيفيكاسيون فيزيك دي كونترينت ديكسيون برينسيبال دونك عندنا الجسم دونك شفنا في الاول هنا درنا باللي الجسم دونك في الحاله هذه لا كونترينت كانت بوزيتيف دونك في النيجاتيف الجسم يعني يدور بالجهة العكسية يعني نرسم الجسم بالشكل هذا هذا كاتريام كيستيون بالشكل هذا حيث أن كي نجيو نمثلو لي كونترانت تاعنا عندنا لا كونترانت برانسيبال اللي هي 131,23 هذه سيجما 1 en mégapascal on a le sigma 2 voilà sigma 2 les 48,67 mégapascal on a zéro il y a theta 1 égale à moins 37,98 donc on va le calculer les contraintes équivalentes vont Mrs. et Tresk. Donc, on a fait la contrainte vont Mrs. vont Mrs. égale sigma 1 sigma sigma de vont Mrs. est égal à racine de 1 deuxième aftah al mu'aqqaf sigma 1 qanoun moins sigma 2 carré plus sigma 1 moins sigma 3 carré plus sigma 2 moins sigma 3 carré donc un deuxième la droite va faire donc le hal interne on a sigma à fois sigma 3 égale à 0 donc là on écrit pour un deuxième 2 donc sigma 1 moins sigma 2 donc, 131,23 moins sigma 2, les 48,67 carré, plus sigma 1, 131,23 carré, plus sigma 2, les 48,77 carré. Donc, n'est-ce pas, hein? 131 carré plus 31,23 carré plus 48,67 carré est égal sur 2. Donc le gain sigma 20 mais c'est égal. Donc, égal à 114,89 mégapascal. Et les sigma vont mieux.
سيجما 13 كا سيجما تي ايجال دونك فكروا بالقانون هي الماكس تاع سيجما 1 موا سيجما 2 او سيجما 1 موا سيجما 2 موا سيجما 3 عفوا سيجما 3 او سيجما هنا فالور ابسولي فالور ابسولي سيجما 2 موا سيجما 3 يعني الماكس في القيم هذا ثلاثة. دونك عندنا هنا سيجما 3 ايجال 0 يعني منطقيا جينا القيمة هذه هي الماكس دونك عندنا هنا تي ماكس كذا دونك نحسبه دونك شو عندنا عندنا سيجما 1 و سيجما 2 يعني 131 فيرجيل مو ما فيرجيل 23 مو 48 فيرجيل 67 وعندنا هنا القيمة هذه اللي هي 133 فيرجيل 23 يعني منطقيا تروح القيمة هذه هي لماكس يعني سيجما تي ايجال سيجما ا ايجال ا 132 فيرجيل 23 ميجا باسكال هذه سيجما 13 كا اشكركم على حسن المتابعة ما تنسوا الاشتراك في القناة ولايك وشكرا.